صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: هل من التأويل الباطل في حديث الهرولة تأويله بالثواب والإطعام وغيره لقوله لوجدتني عنده؟ الله قريب سبحانه من عباده، لو وجدتني عنده، هذا يدل على قرب الله وإحاطته سبحانه وتعالى، وهذا يكفينا. الله ليس بعيدا عن خلقه، وإن كان عاليا فوق السماوات فهو علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم.